السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ احنا رجعنا معكم عاوتاني، جبنا لكم واحد الحلوه ديال العيد اللي كلشي تيقلب على شي حلوه سهله. انا جبت لكم السهله ما فيهاش البيض. يلا معايا نقول لكم المقادير. بسم الله توكلنا على الله. فيها 150 غرام ديال الزبده، نص ربعة، فيها ربعة الفرماجات مثلث، فيها واحد خميرة حمراء، واحد الفاني، نص كأس سكر غلاسي، نص ديال الكاس ديال السكر غلاسي، كاس ونص ديال الزيت، والدقيق حسب الخليط. للتزيين نديرو سكر غلاسي. يلا نخليكم على مع الطريقة. انتوما الزبدة درناها مع السكر كلاصي حتى ولات بحال شي بوماده، وتنزيدو هذوك الفرماجات وحده بوحده حتى تذوب لينا الزبدة، تولي رطبة يدينا تكون سخونة تذوب تولي بحال شي بوماده. تنزيدو داك الفرماج، نزيدو فرماجة، ربعة عندنا ربعة الفرماجات، تندخلو فيها داك الفرماج، عاد تنزيدو عليه واحد الساشي تاع الفاني، وتنزيدو عليها كاس ونص تاع الزيت. تنزيدو الزيت بشويه بشويه، تندخلوهم مع ديك الزبده والسنيده، كما شفتوا حنا بدينا تنزيد، زدنا ديك الزيت كامله. دابا غادي نزيدو الدقيق، زدنا الخميره، دابا تنزيدو الدقيق بشويه بشويه. الدقيق ديما حسب الخليط، فهاد الحلويات هادي ما تعرفيش واش خصك ولا غادي تزيديه ولا، المهم خصك. انا هنايا دات ليا جوج جبانيات، امي صغار ماشي كبار بزاف، مويين انتو ما خصها تكون بحال هكا، دخل فيها ايديك وتكون رطبه. انتو ماشي جربت فيها وحده مازال شويه، ها هي تنديروا ليها بحال هكا، نديروا هلالات صغار، هلاليات ولا هلال ولا ايور بالشلحه بحال هكا، وتنحطوها في الطاوه ديالنا اللي فيها الورق ديال الفرن او ورق الزبده. انتما هنا درت لكم جوج اشكال، هذه الطريقه ديال البكري ديال زمان، وهذه الطريقه العصريه اللي بغى يزوق شويه. انا وجدتها درتها كلشي في الطاوه، ودابا غندخلها على فرن، الحراره ديالو تكون 180 درجه، ملي تخرج نخليوها واحد 5 دقائق، ما تمسوهاش حيت فيها الزبده وهي هشيشه باش ما تهرسش لكم. انا بردات عندي، غادي نبدا نديرها في السكر كلاصي ونوريكم كيفاش ولات. ها هي البنات، من بعد ما بردات مخرجناها من الفران، خليناها تبرد واحد 5 دقائق حيت كتكون رطبه وهشيشه، وغير الا مسيتيها من بعد ما تخرج في الفران تتبغي تهرس ولا. نخليوها تجمع راسها شويه ونديروها في السكر كلاصي وبالصحه والراحه. تنقدموها بحال هذا الشكل، تتكون زوينه ورطبه وهشيشه، تذوب في الفم. نتمنى تقدموها في العيد بالصحه والسلامه يا ربي. ما تنساوناش لايك، بارتاج، ديروا ابوني، بارتاجي مع عائلتكم. الى عندكم شي كومونتير ولا شي سؤال ديروا لينا شي كومونتير، وشكرا.
وعيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد لجميع المسلمين والمسلمات. السلام عليكم.